الإعلام والمواطن للوصول للمعلومات الصحيحة والرسمية، أطلقنا اليوم صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني. هالصفحة بتتضمن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، وهي المصدر الرسمي لأحدث الإحصاءات والمعلومات. مش مسحة هالمرض وصحة الناس، مش مسحة أمن الوطن الصحي، مش مسحة نشر الشائعات، مش مسحة، هيدا اسم حملتنا. بتمنى من كل الزملاء الإعلاميين والمواطنين إنه يساهموا معنا فيها. بحب أشكر كل فريق العمل بالوزارة، قيادة الجيش، الأطباء، الإعلاميين، الفنانين، الرياضيين والمتعاونين معنا. مساء الخير. يشير سلم إحصاءات تفشي وباء كورونا عالميا إلى أن لبنان أمام أسبوعين حاسمين، إما نحافظ على ارتفاع محدود بالأعداد المصابة، وإما نضاعف العدد وربما أكثر. وحده الحجر المنزلي واتباع الإجراءات الوقائية المعممة من قبل وزارة الصحة ينقذان لبنان من سيناريو كارثي شبيه بالسيناريو الإيطالي أو الإيراني أو الصيني، والأخير استطاعت فقط بل الأخيرة استطاعت فقط بفضل الحجر المنزلي اجتياز الأزمة. فهل نتعلم ونتعظ؟ ولأن هالمرض وصحة الناس مش مسحة، وزيرة الإعلام أطلقت قبل قليل صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني. إذن تقرير وزارة الصحة أشار إلى 149 حالة مثبتة مخبريا، وفي الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتدابير الملزمة للمؤسسات المستثنات من الإقفال، ولأن الحاجة أم الاختراع، شباب بيصور يبتكرون طريقة بسيطة للتعقيم، وقد حيّ جملات هؤلاء مشددا على أقصى درجات الاحتياط. كورونا حل ضيفا ثقيلا في مجلس الوزراء، الوزراء مع كماماتهم وقفازاتهم، وأبعدت المقاعد عن بعضها عن بعض، وهم احتواء كورونا لم يحجب عن جلسة مجلس الوزراء الملفات الأخرى، فكان نقاش في مشروع الكابيتال كنترول، إذ رأى الوزراء أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التعمق. مجلس الوزراء قرر توزيع مساعدات لمن تعطلت أعمالهم، والوزراء تبرعوا ب100 مليون ليرة لحساب كورونا. شدد مجلس الوزراء في جلسة عقدها في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على أهمية الاستمرار في التشدد في اتباع الإجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا، ووضع الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة في الحساب الخاص المنشأ في مصرف لبنان لمكافحة الوباء. كما قرر المجلس استكمال البحث في مشروع القانون الرامي إلى التنظيم، ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية في جلسة يعقدها يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعرض المشروع على الوزراء في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل. وطلب المجلس من وزارة الطاقة إجراء مباحثات لدراسة إمكانية تأميل تمويل وإنشاء معامل وتأمين الحلول المؤقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة. فتح حساب في مصرف لبنان لتلقي الهبات والمساعدات النقدية ويخصص استعمالها لموضوع كورونا. 2. فتح حساب في مستشفى الحريري الحكومي لتلقي التبرعات والهبات الخاصة بالمستشفى. 3. تكليف الهيئة العليا للإغاثة قبول الهبات العينية. 4. الطلب من مصرف لبنان فتح حساب لتلقي الهبات يخصص استعماله للمساعدات الاجتماعية. 6. قدم الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب كورونا. 7. تقرر أن توزع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق سواء عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عبر البلديات أو بمساعدة متبرعين محليين. من البداية معروفة كانت الإصابات كانت محصورة ببعض المناطق، ولكن هلأ ما بقى فينا نحكي هيك، هن منطقتين مثل ما بلشنا سابقا بجبيل وبالضاحي بعض المناطق الأخرى، ولكن ما بقى فينا نحكي هيك لأنه صرنا بنطاق التفشي، وهون في خوف كبير. يعني امبارح كان في 14 حالة، والأصعب هو مش بس عدد الحالات، الأصعب هو نوع هالحالات لما تكون مجهولة المصدر. رئيس الحكومة حسان دياب أكد أنها مرحلة عصيبة تحتاج إلى وقفة وطنية وإنسانية، وعلى كل لبناني لديه قدرات وإمكانيات أن يساهم في واجب مواجهة فيروس كورونا، كما أكد أن المطلوب السرعة وليس
التسرع في مشروع قانون تنظيم وضع ضوابط استثنائية على بعض العمليات والخدمات المصرفية. متابعة حثيثة من وزارة الصحة للأزمة، ووزير الصحة يحذر من ارتفاع منسوب الخطر. في كتير أنواع من البكتيريا، في كتير أنواع من الجراثيم، ومستحضرات التنظيف مش كلها بتقضي عليهم. هلأ حسب الـ EPA وحسب المنظمة الصحة العالمية، في كتير برودكتس ما بعرف لأي درجة متواجدين بلبنان، بس على القليل الموجود المتواجد هو الكلوروكس، الكلوروكس، اللايزول، بفتكر متواجد بلبنان اللايزول، في البيوريل، هذه من أهم الثلاثة يلي بيخضوا على الكورونا فيروس، وبيخضوا على أذر فيروسز مثل الراينو فيروس يلي هو الكريب العالي المتواجد بلبنان. واحد على ثلاثة كاب كلور ينحط بجالون مي، بجالون مي، الجالون يمكن شيء تقريبا 4 لتر مي. بهالطريقة هذا إذا كان الكلور هو الكلوريني بليتش بيقولوا له يلي هو المي. بينما إذا كان الكلور هو الباودر يلي بيجي البودرة، هي بيكون الكونسنتريشن تبعه أقوى، وبهيك حالة لازم تكون الكونسنتريشن دايليوشن 1 على 100 إذا بيستعمل جوات البيت، إذا برات البيت 1 على 10. أفضل طريقة إنه ينرش هالكلور أو ينرش الكلوروكس على السيرفيسز مثل الطاولة، الشباك، أكتر المحلات يلي بيعول عليها كتير الفيروس، وبيضلوا السوليوشن الكلوروكس لو قلنا من 5 لـ10 دقايق، وبعدين يتمسحوا بعد منها أحسن، خاصة إذا الطاولة طاولة أكل لازم ترجع تتمسح بشقفة مي بعد منها. إذا بنعمل هيك يعني كل يومين، إذا ما في حدا عم يفوت على البيت وما في حدا صاخن، كل يومين 3 4 بيمشي الحال، مش بالضرورة تكون كثرة التعقيم كمان مش منيحة. بس إذا بيفوت ناس كتير على البيت وهيك، يعني أكيد ضروري أنا برأيي كل يوم يكون في، خاصة المحلات يلي متواجد فيها كتير الإنسان يعني وأهل البيت يضل عم تزعقهم. يواصل فيروس كورونا انتشاره في لبنان وسط مخاوف من تفاقم الأمور أكثر، إذ بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 149 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحرير الجامعي والمستشفيات الجامعية الأخرى، وذلك بعدما تم تسجيل 16 حالة جديدة. وزارة الصحة تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما أنها تتقصى الوباء مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت أخيرا. ما صرح به وزير الصحة حمد حسن للصحفيين في قصر بعبدة كان لافتا للغاية، فقد قال إن التفاؤل الذي طلبنا أن يكون محفوفا بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية، والناس خرجت إلى الشوارع مجددا، وأوضح أنه طلب إلى قوى الأمن التشدد لدرجة منع الناس من مغادرة منازلهم. وكشف وزير الصحة أنه تم رصد 6 حالات من فيروس كورونا مجهولة المصدر وسببها عدوى مجتمعية، وهذا يزيد الخطر، قائلا لأول مرة أضع كمامة لأن منسوب الخطر ازداد. وفيما تردد أن وزير الصحة طلب في جلسة مجلس الوزراء عزل منطقتي جبيل وكسروان وأن طلبه هذا رفض، نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة ما يتم تداوله عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية اليوم، وأكد على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خصوصا بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال 48 ساعة المنصرمة. هذا وجددت وزارة الصحة الطلب إلى جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، لا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى. إلى ذلك أعلنت مستشفى رفيق الحرير الجامعي في بيان أن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه على السيدة التي فارقت الحياة يوم الأربعاء أمام طوارئ كورونا في المستشفى، والتي أشيع أنها توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، أظهرت خلو الفحوصات المخبرية من الفيروس. بلبلة في عكار بعد اختلاط مصاب بكورونا بمحيطين منه، وخطة طوارئ صحية في المنطقة وسط إجراءات مشددة. أثار وجود حالة كورونا لدى المواطن نادر المصري حالة من الهلع في بلدة ببنين العكارية، بعدما تم تسريب خبر أولي عن الفحص المخبري له أن النتيجة سلبية، ما أدى إلى حالة من الفرح والاختلاط عند أهله وأصدقائه، سيما تبين لاحقا أن نتيجته إيجابية، ونقل على أثرها إلى مستشفى رفيق الحرير في بيروت للعلاج، وبدأت عملية عزل كل من اختلط به بناء على دعوات من الهيئات البلدية والاختيارية
والفعاليات. وللغاية عقد اجتماع في القصر البلدي في ببنين، وتخلله وضع خطة طوارئ صحية للبلدة وتعبئة عامة، وتم التأكيد على إقفال كل المحلات في البلدة، وستعمل وحدة من الجيش والقوى الأمنية لضبط أي مخالفة، ويستثنى المحلات التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات ومحلات توحيد الأموال ومحطات الوقود. كما وجهت دعوة إلى كل الذين خالطوا الشاب بنادر المصري للعزل والحج المنزلي وألحاق هذه الخطوة بفحص الكورونا المجاني في مستشفى رفيق الحريري في بيروت لكل من تظهر عليه عوارض الكورونا. كما تم تعليق صلاة الجمعة والجماعة وتوقيف كافة الاجتماعات والتجمعات والمناسبات بكل أشكالها. وتستمر شرطة بلدية ببنين والفرق التطوعية من كشافة وغيرها بعملها في التعقيم وتقديم الخدمات الاجتماعية. نحن صار عنا بعكار إصابات، نطلب الوعي والتوعية، ونطلب منكم أنكم تنتبهوا لأنه وصل الفيروس لعنا على عكار. بطلب من كل رئيس بلدية بحال اشتباه بأي إصابة بتكون عنده، بحال اشتباه بأي شيء يكون عنده، يحجر على أصحاب العلاقة بقوة، يستعين بالقوى الأمنية، يستعين باللي بده إياه تيقدر يخلي هالعالم بيوته، ويكون عنده لائحة مفصلة كاملة عن أصحاب العلاقة كلهم سوا بالموجودين عنده. كمان بطلب من كل رئيس بلدية يبلغ أهله لكل الأشخاص اللي قاعدة ببيروت واللي عم تشتغل ببيروت أنه يطلب منه ما يجوا يزوروا أهلهم خلال 15 يوم تنخفف قد ما فينا الاحتئام بيناتنا، لأنه عنا كتير أشخاص من ولاد عكار وأهل عكار بيشتغلوا ببيروت. وفي عكار اتخذت مختلف القرى والبلدات العكارية إجراءات احترازية مشددة، وعم الإقفال التام إلا لبعض المحال التي تبيع حاجيات أساسية. منذ المرعب عكار، أمين سليمان، تلفزيون لبنان. رئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية دكتورة مادونا مطر شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات المتخذة للتخفيف من انتشار الفيروس. يعيش اللبناني كما غيره من مواطني دول العالم حرب مواجهة مع فيروس كورونا، وإن اختلفت حدة انتشاره بين دولة وأخرى يحاول لبنان التخفيف قدر الإمكان من خطورة انتشار هذا الفيروس، فيما اتباع التعليمات والقرارات الصادرة لمنع الانتشار والحد من تفشيه العامل الأساس في الانتصار عليه. كل إنسان قبلنا فيكون عنده الكوفيد، مشان هيك كل بيت فيكون فيه كوفيد، ممنوع نروح زيارات عند بعضنا، ممنوع يعني، وإلا ما رح توقف، أو بدنا نطبقها مثل ما طالبين منا، أو إذا بدنا نزعبر بلا ما نعمل شيء أزبط يعني. نحنا أهم شيء كل واحد يبقى ببيته، إذا حدا سخن بده يتصل بالطبيب ويقول له شو بيه ويقرر هو بيقول له شو بيعمل. إذا حدا حسس حاله نتفي ساخن، أنجان عمره ما عنده مشاكل، بده يبقى ببيته كمان بياخد علاج بس سيمتوماتيك. انه نحن شفنا برا كيف هالحالات الكورونا مثل الشتاء يعني، مثل لي الدنيا. اخر شيء اذا واحد انتبه وتابع الكومداسيون وتعرض، تنقول سالتيني اذا ناس اجوا، اذا كنت معرضه ما فينا نعمل شيء، انه بدنا نفكر بالكورونا اذا لقطها، بس ما لازم يعني يرتعب. بده ياخذ العلاجات الغوكوماندي، ادويه للحراره، ادويه للسعله، يقعد يرتاح بالبيت. واذا حس العوارض الخطره اللي هي ضيقه نفس، وجع الصدر، هيك اشياء، بده يروح على الاوبيتال يعملوا له غاديوتوهاكس، نتاكد ما في شيء يعني، بعدها منا نازله على الروايه، وسيدي يشوف يتابع مع حكيمه كل يوم، بس بلا ما يجن، لانه جنينا او ما جنينا، اذا جنيت بتكليه زياده، بس اذا لقى انه بدك تتابع ما عندنا غير حل، لانه هلا من هلا لشهر رح تخلص فيروسات الجريب كلها، يعني مين ما سعل وعنده حراره بدنا نفكر بالكورونا. إلا أن هذه المواجهة لا تعني أن يسيطر الرعب على حياتنا اليومية. تعقيم العادة بالبيوت يعني، واحد على طول بده يغسل إيده، يضله منتبه إذا شو ما جيب أغراض، إنه نتفي انتبه زيادة، بس مش إنه كلنا حاملين مرشة ونرشرش كل شيء بالبيت. إذا واحد ما ظهر ما جيب الفيروس على البيت، من وين بده يفوت الفيروس على البيت؟ ما راح يخلق بالبيت وحده. بس الناس اللي عندها عوارض بننتبه زيادة بالبيوت تبعها، بضلوا الواحد بعيد عن الثاني، بضلوا يغسل ينظف ينتبه زيادة. وعلى المواطن أن يعي أن الاستخدام المفرط للأدوية أو للمعقمات له مخاطره. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط نشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لشبان اخترعوا جهازا للتعقيم للوقاية من فيروس كورونا، وعلق مغردا:
أحيي شباب بيصور على هذا الاختراع الذي هو بسيط وحتما يمكن تطويره واستخدامه بشكل موسع، خاصة أنه لابد من الحد من التجمع في التعاونيات ومحال التموين، ومن الضروري تنظيم الدخول إليها والخروج منها. إن أقصى درجات الاحتياط واجبة كون الأزمة طويلة جدا جدا. شوارع بيروت خالية وسط إقفال تام للمحال خوفا من كورونا، والقوى الأمنية تحرر ضبطا بأحد المرة في عين المريسي لعدم التزامه بالتدابير. يوما بعد يوم يأخذ أعلان التعبئة العامة حيز التنفيذ أكثر فأكثر، ففي اليوم الرابع له العاصمة بيروت غابت عنها زحمة السير ليتحول ضجيجها إلى هدوء حذر عما قد تحمله الأيام المقبلة من وباء كورونا. أما الأسواق التجارية فبدت الحركة فيها معدومة وتحولت إلى مواقف لركن السيارات، والمحال التجارية مقفلة بشكل تام فيما عدا المحال التي تبيع المواد الغذائية عبر خدمة التيك أواي أو الديليفري. وفي المقلب الآخر من العاصمة، حيث الكورنيش البحري الذي لا يهدأ في كل الفصول فهو في فترة استراحة من اقتضاض رواده، حتى أن أمواج البحر العاتية بدت وكأنها هادئة وفي حالة ترقب. إلا أن التزام التعبئة هذا خرقه مواطن كان يتنزه على الكورنيش، فما كان من القوى الأمنية إلا أن سطرت بحقه محضر ضبط لخرقه قرار مجلس الوزراء بالتعبئة. وصلت الفرق المختصة في لواء الحرس الجمهوري تعقيم مكاتب القصر الجمهوري في بعبدة وقاعته والبهو الخارجي التابع له ومكتب رئيس الجمهورية وقاعة مجلس الوزراء وغرفة الصحافة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لمكافحة انتشار وباء كورونا، كما يتم توزيع كمامات وقفازات ومواد مطهرة على جميع العاملين في مقر الرئاسة. إيطاليا قد تتجاوز الصين في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا الذي يواصل انتشاره الجنوني في مختلف دول العالم. تتصاعد الإجراءات الدولية لمكافحة فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الوفيات خلال 24 ساعة إلى أكثر من 9300، وتجاوز عدد الإصابات عتبة 200,000 إصابة. ومع هذه الأعداد المخيفة أصبحت الإجراءات التي تتخذها الدول أكثر تشددا، فبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة فيروس كورونا، وجه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أي معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا، معلنا عن أن خلال أسابيع سيتم تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا، وأنه تم الموافقة على استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا. وإلى أوروبا التي تحولت إلى بؤرة انتشار فيروس كورونا تتسارع دولها للحد منه، ففي إيطاليا التي سجلت أعلى نسبة إصابات ووفيات بات هناك قوائم انتظار لإتمام مراسم الدفن في ظل عدم إمكانية قيام مراسم جنائزية تقليدية بسبب قيود الحجر. وفي إسبانيا ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 760. بريطانيا قررت إغلاق المدارس اعتبارا مساء الجمعة وحتى إشعار آخر، فيما ألمانيا سجلت 13,200 إصابة و 38 حالة وفاة. وفيما من المنتظر أن ترسل الصين أكثر من 2 مليون قناع وواقي الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة البرتغالية عن حزمة مالية بقيمة 9.2 مليار يورو لدعم الشركات والعمال المتضررين من كورونا. إيران أعلنت عن وفاة 149 شخصا خلال الساعات 24 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1284. تركيا أعلنت عن ثالث حالة وفاة. فيروس كورونا الذي تغلغل في الدول العربية أيضا حاصدا أرواح العشرات وألاف الإصابات، تغلغل في العمق الأفريقي كذلك في الهند، ولا يزال عدد الإصابات والوفيات يسجل أرقاما خلال الساعات. الإمارات أعلنت ارتفاع عدد الإصابات إلى 140، والسعودية سجلت 67 إصابة جديدة. الكويت قررت إنهاء العام الدراسي الحالي. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أهم من حياة المواطن الأمريكي، شاكرا الحكومة اللبنانية لتعاونها في الإفراج عن عامر فخوري. بدوره وزير الخارجية الأمريكية أكد أن المواطن الأمريكي عامر الفخوري الذي كان موقوفا في لبنان منذ شهر أيلول الماضي عاد اليوم إلى أمريكا وسيعاد جمعه بعائلته وسيحظى بالعناية الطبية الضرورية. كتلة الوفاء للمقاومة وفي اجتماعها الدوري أكدت أنها تدعم بحزم إجراءات وتدابير الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وشددت على أن الوقت الآن هو للتعاون الإيجابي وليس للاسترسال في المزايدات الرخيصة. ولفتت الكتلة إلى أن رضوخ رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية وخضوعهم لمطالب الإدارة الأمريكية في الإفراج عن الفخوري الجزار ضد شعبه والخادم لعدوه لن يكون مقبولا على الإطلاق أيا تكن الأعذار والتبريرات، فكرامة اللبنانيين جميعا قد أهينت بهذا الحكم السياسي المملى والخسيس. عرض تكتل لبنان القوي في اجتماعه الإلكتروني الأول الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد الناتج عن تطور فيروس كورونا، وعرض التكتل للوضع المالي والنقدي مطالبا الحكومة بالالتفات فورا ومن دون إبطاء إلى الخطة الإنقاذية المالية الاقتصادية الشاملة لإنجازها والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم لها والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي تضع لبنان على طريق استعادة الثقة الدولية والمحلية وتمنع الانهيار الكامل للوضعين المالي والاجتماعي. أصدر رئيس مجلس الوزراء حسن دياب وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد قرارا يتعلق بتحديد الإجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الإقفال والتي تعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية. وينص القرار على اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة لحماية موظفي هذه المؤسسات، وذلك لأجل المحافظة على السلامة العامة ومنعا لأي استغلال للظروف الصحية والاقتصادية الطارئة. نقل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش إلى وزير الخارجية والمغتربين نصيف حتي رسالة تضامن مع لبنان والتزام كامل كان عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أثناء اتصال متلفز مع ممثلي اليونيفيل والإسكوا والمنسق الخاص، بالتأكيد على دعم المنظمة الدولية لبنان ولحكومته وشعبه في هذا الوقت الصعب الذي يشهده لبنان والمنطقة والعالم. فقر مدقع يشهده لبنان وحالة إفلاس للدولة وللقطاع الخاص وبطالة مرتفعة للشباب في الفقرة الاقتصادية. أستاذ أنطوان فرح، هيك باختصار بدنا نعرف اليوم تداعيات تصنيف فيتش للبنان وتداعيات الكورونا على الاقتصاد اللبناني. حكومتنا شو فيها تعمل بالوضع اللي هي موجودة فيه اليوم وبالوضع اللي نحن فيه؟ نحن بحالة فقر مدقع تقريباً، عندنا حالة إفلاس. مبارح فيتش صنفت الديون اللبنانية بدي يعني بالإفلاس، صرنا دولة مفلسة وما عندنا أموال ما عندنا مداخيل، وإجت هلأ كورونا. يعني لا شك أنه القطاع الخاص رح يتلقى ضرب كتير كتير قاسي، ولما بنحكي عن القطاع الخاص معناتها عم نحكي عن معظم الناس أو عن قسم كبير من اللبنانيين، وعم نحكي عن بطالة رح تكون كتير مرتفعة، عن مؤسسات بدها تسكر. وحتى بالقطاع العام ما بعتقد انه الوضع بالليرة والدولار رح يضل مثل ما هو، بالتالي كمان في عنا هناك من الناحية التانية مأساة جاية. ما في شك انه وضعنا كتير مأساوي مع الأسف، والحكومة بحالتها الحالية ما بعتقد رح تقدر تعمل شيء اشياء كتير، وبالعكس تماما بدلا ما تفكر كيف بدها تعمل تقدم مساعدات، يعني هي بخطة الإنقاذ بدها تحاول تشوف كيف بدها تحط ضرائب أو كيف بدها تحط تشوف تحسن الإيرادات تبع الدولة تضل فيها تدفع الرواتب ومصاريف الدولة. وبالتالي مصاريف الدولة معناتها مصاريف الحماية الاجتماعية، مصاريف الضمان يعني بمعنى الضمان الصحي، هالناس اللي كان عندهم بعد هذا الحد الأدنى من الخدمات اللي بتقدمها الدولة، هاي الخدمات بتصير بخطر إذا الدولة كمان ما قدرت تجيب إيرادات. وبالتالي يعني بهذا الوضع نحن فايتين بحلقة مفرغة. ما بدي يكون عم أقدم صورة بس مجرد صورة سوداوية، بس بالحقيقة يعني الواقع هو هيك، والله ينجينا إن شاء الله. يعني إن شاء الله تنحسر القصة، قصة الفيروس
كورونا بسرعة شوي، لأن كل ما كان الوقت أسرع بانحساره كل ما كانت التداعيات طبعا أقل. إن شاء الله ينحصر بسرعة لحتى تكون تداعيات على الأقل شبه مقبولة، لأنه بالحقيقة أنا برأيي الشخصي أنه بعد ما تنحسر ينحسر كورونا وتبلش نشوف التداعيات الاقتصادية، يمكن الناس اللي بدون يموتوا من العوز والفقر أكثر من اللي ماتوا بسبب كورونا. وهون ما عم بحكي طبعا عن المجاعة أنه الناس بتموت من المجاعة، بس نحن كلنا بنعرف أنه الفقر والعوز أحيان بيؤدي إلى الوفاة وإلى التعتير وإلى الوفاة من دون ما يكون مجاعة. يعني إذا المريض ما قدر يشوف الطبيب بوقت مناسب أو يروح على الاستشفاء لأنه عنده نقص بالسيولة ما قادر، هذا نوع من الموت اللي بتسببه الفقر والمجاعة والفقر وقلة السيولة. وبالتالي لبنان رح يشهد بعتقد بعد ما تنحصر حتى كورونا مأساة جديدة اسمها تداعيات الإفلاس مضاف إليه تداعيات كورونا. وإلى صفحة رياضية مع داني حرب. قال مسؤول حكومي بارز إن اليابان عندها الرغبة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في موعدها بدءا من 24 تموز من هذه السنة، رغم تفشي فيروس كوفيد 19 حول العالم. كما أن اللجنة الأولمبية الدولية متمسكة بإقامة الأولمبياد الصيفي في موعده، وقالت لا توجد حاجة لاتخاذ قرارات جذرية في هذه المرحلة، أي تكهنات في هذه اللحظة ستضر بجهودنا. التقى أفضل لاعبي العالم في لعبة شطرنج في يكاترينبورغ الروسية رغم تفشي فيروس كوفيد 19، واقتصرت البطولة على مصافحة اللاعبين بسلام الكوع بدل استعمال اليدين والاعتماد على علب التطهير لتنظيف حجارة اللعب والطاولة قبل البدء بالمنافسة. وقال رئيس اتحاد اللعبة أنكادي دفوركوفيتش إن رياضة شطرنج تبعد هموم المرض وتسمح للرياضي بالتفكير بطريقة إيجابية. فاز النرويجي توماس فيرنر بسباق ديتارود لجر الكلاب في محاولته الثانية في ألاسكا، واجتاز فيرنر 1600 كيلومتر في قلب ألاسكا بزمن 9 أيام و10 ساعات و37 دقيقة و47 ثانية. وكانت الأجواء باردة عند اجتياز فيرنر خط النهاية لأن الناس حجزت نفسها في منزلها بسبب فيروس كوفيد 19، وكان هناك عدد قليل من الأشخاص الذين تواجدوا عند خط النهاية مع العلم النرويجي. وحاز فيرنر على تشيك بقيمة 51 ألف دولار أمريكي وشاحنة جديدة. إذن وكما البداية نهاية النشرة، لأن المرض وصحة الناس مش مزحة، وزيرة الإعلام أطلقت صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني عبر شاشة تلفزيون لبنان. بإطار تسهيل مهمة الإعلام والمواطن للوصول للمعلومات الصحيحة والرسمية، أطلقنا اليوم صفحة كورونا على موقع وزارة الإعلام الإلكتروني. هالصفحة بتتضمن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كوفيد 19، وهي المصدر الرسمي لأحدث الإحصاءات والمعلومات. مش مزحة هالمرض وصحة الناس، مش مزحة أمن الوطن الصحي، مش مزحة نشر الشائعات، مش مزحة، هيدا اسم حملتنا. بتمنى من كل الزملاء الإعلاميين والمواطنين إنه يساهموا معنا فيها. بحب أشكر كل فريق العمل بالوزارة، قيادة الجيش، الأطباء، الإعلاميين، الفنانين، الرياضيين والمتعاونين معنا. أهم شيء للوقاية هو نظافة اليدين. هالشي في واحد يعمله بالصابون وبالماء، بس يفرك إيديه لفترة معينة ويغسل كل الإيدين، أو بيستعمل الجل اللي فيه بقلبه الكحول مثل هيدا، ولازم يستعمل بشكل مظبوط. يعني كل الإيد بدها تتغسل، الأصابع بين الأصابع كلهم، والضفير لأنه ممكن الجراثيم تعلق فيهم. فيروس كورونا خطر كتير لأنه بينتقل من خلال العدوى،
فأنا بعرف كل الناس عندها مسؤولية وبطلب من كل العالم تحمل مسؤوليتها وتعمل حجر صحي تنحمي أولادنا أماتنا بياتنا جدودنا ستاتنا أخواتنا جيراننا. الحل الوحيد لنقدر نعمل هالشي هو الحجر الصحي. بدنا الطرقات فاضية، الساحات فاضية، الملاعب فاضية، كل العالم ببيوتها تبعوا إرشادات وزارة الصحة تتعرفوا كيف تتعاملوا مع هذا الفيروس. خليكم ببيوتكم حتى نقطع هالمرحلة ونخلص منها. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة.